طب نشوف بقى الفيلن اللي كان فيه برضو كوميدي شوية يعني بيضحكنا يعني فكاهة سنة كده. والدقن دي برضو الدقن كانت غريبة قوي يا خالد، لازم اقول لك برضو الدقن ما كانتش فيها مشكلة. الدقن الدقن على فكرة تيبيكال هي الدقون في الفترة دي، واجيب لك كتاب وصف مصر وشوفيه فيها على فكرة مشكلة من ناحية المسلسل إيه؟ مش عارفة شكلها كده كأنها ملزوق. لا لا خالص، لا خالص، معلش انا لا حرام عليك يعني لا حرام عليك لا لا حرام عليك يا شيخ ده كده بقى افترا كده بقى مش انا باخد ساعتين في عمايلها وبتتعمل شعره 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 والاستاذ لا يمكن بيراجع عليها كل يوم يسيب شعره والله زي ما بقول لك بدون يعني بدون مبالغه اما بلاقي فيها حاجه باينه بوقف التصوير يعني وقف مره 4 ساعات وقفنا علشان لانه كان عيدها من الاول في مشهد انا باكل فيه وبياكل هو الاكل جه في الدقن شهاب اكول وبياكل حمام وبياكل زفر. كنتوا بتاكلوا بجد يعني؟ ايوه طبعا. انتاج سخي يعني كمان. لا الانتاج فالدقن اتبهدلت شويه وكده فوقفنا 3-4 ساعات لغايه ما تتعمل. انا ده اليوم الوحيد اللي اتوترت فيه في في العمل كله. طيب نشوف شهاب ونخرج فاصل ونرجع نكمل سره الباتة حكاية السلطان حامد عبر التاريخ. أهلا أهلا بأحلى مرات ابني في الدنيا. أهلا يابا، الأكل جاهز. طول عمرك جاهزة يا راجل، طول عمرك جاهزة يا بنت. هي بتطبخ بإيديها، ما تطبل عندها هو اللي بيعمل كل حاجة. أنا مش فاهم يا بنت يا راجل، أنت مستحملاه ليه؟ عشان دو إيه؟ اتحججي يا أختي بالعيال، اتحججي. ده انت بتموتي فيه وهو كمان يا راجية بيموت فيك. انت زي نن في عينيه، غيرش بس هو جلياط وبخيل وبيستخسر يطلع اللي جواه. اديني ودنك يا باقف. خد يابا. دلوقتي الضباط والعساكر الفرنساوية دول هياكلوا منين ويشربوا ازاي؟ اكيد هيبقوا عايزين اللي يورد لهم الاكل والشرب ويقضي لهم كل طلباتهم. ومفيش احسن منك يا معلم عمران علشان يدور الحكايه دي. ده انا راهد اشارتك يابا. وانت يا لوح. انا ايه بس يابا الحاج؟ انا غلبان ومش لاقي اللضا. يا واد اصبر، انت طلعك حامي كده ليه؟ انا هوديك عنده، هتبقى عينيهم على البلد واللي فيه. حاكم الفرنسويه دول زي المماليك، زي اللي قبلوهم واللي قبل قبلوهم، بيحتاجوا عيون ليهم في البلد علشان تبلغهم بدبة النملة. هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انت هادي انت مسحوم من لسانك كده ليه؟ ما تسيب الكبار يتكلموا الاول. حاضر يا حاج شهاب. شوف يا شيخ سليم، اردب بمهولك ما تحضر كيلو تتعفر دقنك وتتعب في شيلو. العركة دي ما تخصناش، العركة دي يا اخوانا تخص المماليك، هم اللي حاكمين البلد وهم اللي لازم يدافعوا عنه. ايوه اخوانا، بس ادينا شفنا الفرنسويه جايبين زحف وشالوا كل جيوش المماليك قصادهم. طب وانت عايزنا احنا بقى اللي نتصدى لهم علشان يمسحونا احنا كمان من على وش الارض؟ شاهل نخش جوه البيت. يا قومت ايه يابا؟ قوموا علينا عشان حين ولا هيميزوه وهيضربوه كمان. اخرس يا بقى، الفرنسويه عارفين كويس اننا بنت الحاج شهاب، لا يمكن هيقربوا له. ما تخلينا نمشي وسط البلد يابا الحاج. اخرس يا واله، ده بيتي، هو في البلد كلها زي بيتي، اكيد هم عارفينه، اكيد عارفينه. خش يا ولا خش. يا لهوي 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 يا لهوي.